أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي نخصصها لمناقشة قضية تعيين خالد باطرفي قائدا لتنظيم القاعدة خلفا لقاسم الريمي واستخدام ورقة القاعدة من قبل التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات وميليشيا الحوثي في تبرير انتهاكاتها بحق اليمنيين. أكد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مقتل زعيمه قاسم الريمي في غارة أمريكية نفذتها طائرة بدون طيار في اليمن. أضاف البيان أنه تم الاتفاق على اختيار خالد باطرفي أميرا لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب خلفا لقاسم الريمي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مطلع الشهر الجاري مقتل قاسم الريمي خلال إحدى عمليات مكافحة الإرهاب التي نفذتها القوات الأمريكية في اليمن. ويعرف عن باطرفي أنه كان قائدا للتنظيم في مدينة المكلا أثناء دخول القوات الإماراتية إلى المدينة في ربيع 2016، فيما عرف بعد ذلك أنها صفقة أبرمت بين الطرفين قضت بخروج مسلحي التنظيم بأسلحتهم والأموال المنهوبة التي قدرت بنحو 100 مليون دولار وفقا لتحقيق نشرته وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية. نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما هي أبعاد تعيين خالد باطرفي قائدا للتنظيم؟ وما حقيقة ارتباطه بالإمارات؟ ولماذا يتم اتهام السعودية من قبل أنصار المجلس الانتقالي بدعم الإرهاب بالتزامن مع تعيين باطرفي؟ قبل النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير. بعد فترة ليست بالقليلة من الإعلان الأمريكي، يقر تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية بمقتل قائده السابق قاسم الريمي وتعيين القيادي في القاعدة خالد باطرفي خلفا له. يعرف عن الرجل موقفه المناهض للوحدة اليمنية، كما أنه من القيادات التي كانت تسيطر على مدينة المكلا، وتلك معلومات تقود إلى أبعاد من شأنها القول إن قرار الخلاص من الريمي والإتيان بباطرفي يحمل أبعادا كثيرة إذا ما قرن بالتوقيت وأبعاد التأثير وحقيقة أن التنظيم أصبح مخترقا ويدار بأجندات إقليمية. تواصلا لسرد الشواهد، نشرت وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية في 6 أغسطس تحقيقا عن صفقات سرية يمكن وصفها بالمشبوهة بين التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن من جهة وتنظيم القاعدة من جهة أخرى. وبحسب الوكالة الأمريكية فإن هذه الاتفاقات جرت بعلم الولايات المتحدة، ومن ضمن تلك الصفقات انسحاب الآلاف من مقاتل القاعدة من المكلا 5 أكبر مدينة يمنية والتي تعد ميناء رئيسا في بحر العرب. وبخصوص هذه الصفقة تقول الوكالة إن مقاتلي التنظيم خرجوا عبر طريق آمن وسمح لهم بالاحتفاظ بالأسلحة والأموال المنهوبة من المدينة والتي وصلت قيمتها إلى نحو 100 مليون دولار وفقا لمصادر أمنية وعسكرية. تلك الصفقة عدت نصرا مؤزرا للإمارات التي سيطرت على المدينة دون مواجهات. الشاهد الآخر أن الإمارات حصلت على توكيل غربي في مكافحة الإرهاب، وهناك اتهامات عديدة لها في استخدام هذا الملف لصالح تحقيق أهدافها الخاصة في اليمن. فهل دخلت السعودية ضمن مرمى الأهداف الإماراتية؟ الشواهد والتحليلات ترى بأن الإمارات ومنذ بدء عاصفة الحزم تحاول الإيقاع بالسعودية متى ما سنحت لها الفرصة لذلك. محاكمة السعودية بتهمة الإرهاب باشرتها الإمارات عبر مظاهرات لأنصارها في العاصمة المؤقتة عدن بالتزامن مع تصعيد باطرفي إلى قيادة التنظيم. إذن ولمناقشة أوسع معنا من مأرب الباحث في الشؤون الإيرانية والجماعات المتطرفة عدنان هاشم. سيد عدنان مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بك والمشاهدين الكرام. حياك. ما هي دلالة تعيين باطرفي قائدا للتنظيم في هذه المرحلة برأيك؟ بالتأكيد أن تنظيم القاعدة يمر مرحلة سيئة للغاية. خلال الفترة الماضية تعرض لضربات جوية كبيرة، وأيضا تعرضت اللحمة الداخلية داخل التنظيم لمشاكل كثيرة بفعل تفرقة وعدم القدرة على التواصل بين خلايا التنظيم المنتشرة في معظم محافظات جنوب البلاد. باعتقادي بأن تنظيم القاعدة بوصول شخصية سعودية إلى هذا المكان ومن أصول يمنية أيضا، هو أن هناك مشكلة في التمويل لدى تنظيم القاعدة، وسيسعى من خلاله للحصول على مصادر تمويل جديدة من داخل المملكة العربية السعودية. كان خلال الفترة الماضية قد تعرضت للاهتزاز أو تعرضت لمراقبة كبيرة بفعل عملية التحالف العربي، وأيضا بفعل المراقبة الأمريكية المستمرة. باعتقادي بأن
وصول بها طرفي يعتبر ارتباط كبير أيضا بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسيحدث خلل بشكل كبير داخل تنظيم القاعدة، لأن بها طرفي مرتبط بصفقات مشبوهة بالنسبة لتنظيم القاعدة متعلقة بالانسحابات التي جرت في أكثر من منطقة في شبوة وفي المقلة وأيضا في عدة مناطق في أبيان لصالح الوجود الإماراتي هناك، مقابل مبالغ مالية وأيضا أسلحة وأيضا تجنيد ضمن القوات المعروفة بالحزام الأمني. نعم سيد عدنان، كيف ربطت أن هذه الصفقات أو النشاطات التي يعمل فيها التنظيم لها ارتباطات سواء كانت بالتحالف أو غيره؟ وضح لنا أكثر. لا أعتقد بأن هناك ارتباط مباشر بالتحالف العربي، كان هناك حديث حول لوكاس شيدبريس. أنت أشرت للإمارات. كان هناك حديث لوكاس شيدبريس بأن هناك ارتباط لتنظيم القاعدة أو بشخصيات مرتبطة بتنظيم القاعدة بدولة الإمارات العربية، وهي التي أدت بالصفقة في المقلة وأيضا في مناطق أبيان. الإمارات العربية المتحدة هي كانت تضم في ميليشيات المسلحة مجموعة من المتطرفين المرتبطين بتنظيم القاعدة. أيضا بشكل واضح موجود كتائب عادل فارع القيادي في التنظيم، وأيضا كانت كتائب أبو العباس المصنف ضمن قائمة الإرهاب الدولية وقائمة الإرهاب الأمريكية أو الخليجية بشكل خاص. باعتقادي بأن هذه المنظومة الكاملة هي محاولة إماراتية ضمن شبكة واسعة من علاقاتها الكبرية المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي قد يكون لها تأثير كبير خلال الفترة القادمة إما بعمليات داخل ضد الحكومة اليمنية أو قد ارتباطات أخرى. الملاحظ أيضا بأن تنظيم القاعدة كان له ارتباط أيضا بالأمن القومي التابع لعبد الله صالح وعمار صالح الموجود الآن في عدن، هو يدير جزءا من عمليات دولة الإمارات العربية المتحدة المتعلقة بالجزء المخابراتي منها. نعم تفضل بالبقاء معي سيد عدنان. ينضم إلينا أيضا من إسطنبول الباحث السياسي نبيل البكيري. سيد نبيل، بالنظر لما عرف عن باطرفي وخصوصا صفقة المكلة المعروفة، بماذا يمكن توصيف مرحلة باطرفي في قيادة التنظيم ولصالح من؟ ألو نبيل البكيري، أنت معنا في زوايا الحدث، مرحبا بك. سمعت السؤال؟ ممكن هذا السؤال؟ نعم سيد نبيل، بالنظر لما عرف عن باطرفي وخصوصا صفقة المكلة، بماذا يمكن توصيف مرحلة باطرفي في قيادة التنظيم ولصالح من؟ لا شك أنه مرحلة باطرفي في إدارة القاعدة هي مرحلة تشيب كثير من الأسئلة حول قدرته على لملمة التنظيم الذي اندثر، يعني لأنه باطرفي لا يعتبر من القيادات الكبيرة التي ينظر لها على أنها قيادات يعني على وزن ناصر الحيشي أو حتى قاسم الريمي، يعني كان ربما أكبر منه في إدارة هذا الملف باعتبار صلته السابقة بتنظيم القاعدة على المستوى الإقليمي والدولي. باطرفي اليوم أنا باعتقادي هو من الجناح المخترق أو من مما تدور حولهم الكثير من الشبهات، لأنه الآن أيضا حتى تنظيم القاعدة في بيانه الأخير حينما تحدث عن باطرفي تحدث عن باطرفي باعتباره يعني بمثابة يعني حاكم الأمر الواقع الموجود يعني، وليس باعتباره ممثلا شرعيا كاملا لكل أعضاء التنظيم. وبالتالي أنا باعتقادي أيضا الجناح المخترق للقاعدة اليوم بدأ يتشكل بشكل واضح في يعني تحولات القاعدة من طرف فاعل وطرف له أهداف واضحة واستراتيجية إلى طرف يمكن القول أنه بات في أجندات وحسابات مخابرات دولية من وقت لآخر، وخاصة أن الملف القاعدة من 2000 حتى الآن أنا باعتقادي كان أكثر روحا في توظيفه وسياقاته العملياتية أنه يعمل بمثابة. هل هناك معالم واضحة سيد نبيل تدل على أن تنظيم في الجزيرة العربية تنظيم القاعدة مخترق لصالح أجندات إقليمية؟ هل هناك حوادث معينة؟
لا شك بذلك. يعني مثلا احنا لازلنا نذكر الكثير من العمليات التي تمت في تصفية قيادات كبيرة، مثلا على سبيل المثال مثلا حارث النباري، فهد القصع، أبو هريرة، ناصر الوحيشي، وآخرهم الريمي. أنا باعتقادي كل هذه سلسلة الاغتيالات التي تمت بتلك السهولة هي تشير أنه كان هناك توظيف لكثير من هؤلاء القيادات في إطار اختراق هذا التنظيم، وأن العمليات التي تتم بسهولة هي كانت تأتي بمثابة نهاية خدمة لبعض القيادات التي تورطت أو التي كانت على علاقة ما مع بعض الأطراف الدولية والإقليمية. وكان آخرهم أنا باعتقادي قصة قاسم الريمي الذي كان تحوم حوله الكثير من الشبهات فيما يتعلق بملف الاختراقات للتنظيم. الأجزاء أو الأطراف التي تخترق التنظيم، أنا اعتقادي هناك أطراف خليجية لها مصلحة في اختراق هذا التنظيم، أو أيضا تعمل على من خلال السيطرة المالية والتحكم بهذه العناصر في توظيفها في هذا السياق. وإلا نحن رأينا معركة المكلة كيف تمت بسهولة، وكيف تم السماح لهم بسحب أفرادهم وقياداتهم وعتادهم دون أن يقتل أحد منهم، في دلالة واضحة على أن في عقيدة التنظيم أيضا القتال بالنسبة لهم هو الشيء الأهم والأبرز، أو بمعنى المقدم على كل التحولات أو العمليات السياسية. بالتالي لم نراهم يقاتلون، وإنما انسحبوا بطريقة تشير أن هناك اتفاقات ما بين هذه الجماعات وبين أطراف كانت على رأس معركة المكلة. نعم، تفضل بالبقاء معي. نعود إلى السيد عدنان. لو تحدثنا سيد عدنان عن طبيعة نشاط تنظيم القاعدة ولصالح من يشتغل برأيك، خاصة في مرحلة ماضية والمرحلة الحالية الآن الذي بدأ يعيد تنظيم نفسه فيها. أعتقد بأن التنظيم له أهداف واضحة ومعلنة من إقامة الدولة الإسلامية، لكنه خلال الفترة الماضية لم يستطع أن يسيطر على منطقة معينة خلال فترة طويلة. أيضا قتاله ضد تنظيم الدولة الإسلامية في البيضاء خلال عام 2019 شكل جزء كبير من هوية التنظيم وقوته، وأيضا زاد من ترابطه بالمجتمعات المحلية في البيضاء وأيضا في حضرموت. باعتقادي بأن الجهات الخليجية الإماراتية على وجه التحديد استطاعت خلال الفترة الماضية أن تضع تحكم أو جزء من تحكم تنظيم القاعدة. تحدثت أكثر من تكير غربي حول وجود مثل هذا التحكم، وحول قدرة الإمارات على اختراق التنظيم واستخدامه من أجل مصالحها في جنوب البلاد. خلال الفترة الماضية اتضح بأن التنظيم يعاني من مشكلة كبيرة، مشكلة التواصل وأيضا من مشكلة الاختراقات، اختراقات إما من الجهات الخليجية كما تحدثنا أو من جهة تنظيم الدولة. أعلن تنظيم القاعدة أكثر من مرة عن إمساكه بجواسيس إما يعملون لجهات خليجية أو لتنظيم الدولة، وقام بإعدامهم بشكل واضح. باعتقادي بأن الفترة القادمة فترة عصيبة على تنظيم القاعدة في محاولة تلميم نفسه وإعادة إنتاج نفسه من جديد كقوة مؤثرة. نعم. في اليمن وفي شبه الجزيرة العربية. نعم. سأنقل هذا الطرح الذي تقوله سيد عدنان. إذن سيد نبيل، التنظيم يحاول إعادة تنظيم نفسه من جديد بقيادة جديدة، وهذه القيادة تمثلت في باطرفي. القول بأن التنظيم يعني الآن أصبح له يعني له اتهام وعلاقة بباطرفي، خصوصا أن باطرفي يقال أنه يحمل الجنسية السعودية، ما مدى ارتباط وتوقيت تعيين باطرفي قائدا لجماعة القاعدة، وأيضا ارتباطه بالأحداث الأخيرة التي حدثت من قبل المجلس الانتقالي باتهام السعودية أنها تدعم الإرهاب؟ أولا أنا باعتقادي أنه مسألة التحولات التي حصلت على تنظيم القاعدة على امتداد السنوات الماضية، وخاصة بعد انسحابهم من المكلة بتلك الطريقة وقبلها أيضا من الأحداث التي حصلت في عدن وفي غيرها، شهد التنظيم صراعات بينية طويلة وعريضة بين وخاصة بين جناحي داعش أو ما يسمى بالدولة الإسلامية وأصحاب القاعدة أو ما يسمى
بأنصار الشريعة، كان هناك صراعات شديدة تنبع بتفكك التنظيم، وبالتالي كانت المرحلة التي شهدتها الأحداث السابقة كانت تنبع عن أفول التنظيم يعني، ومغادرة القادة الكبار الذين تم اغتيالهم واصطيادهم من قبل المخابرات الأمريكية أو غيرها، وبالتالي شهد تراجع كبير في عمليات التنظيم. اليوم أنا باعتقادي يعيش مرحلة الأفول والغروب، لأنه بالنظر إلى حيثيات الواقع السياسي والاجتماعي والأمني والعسكري اللي تعيشه اليمن، يفترض أن التنظيم اليوم هو من يدير عديد من المحافظات التي تعيش حالة أمنية منفلتة، وخاصة في 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 مناطق تواجده أيضا. لكن الحقيقة كشفت لنا المرحلة السابقة أن تنظيم القاعدة أضعف بكثير من الصورة الإعلامية. لا تعتقد سيد نبيل أنه أصبح الآن بيدق لتنفيذ أجندات خارجية خاصة إقليمية في اليمن؟ فعلا يعني أنا حينما أقول أنه نحن نشهد مرحلة غروب القاعدة بالمعنى الأسطوري لها والمعنى الحقيقي لحضورها وتنفيذ الأجندات، هو اليوم أشبه بخلايا مخترقة من قبل أجهزة أمنية تديرها لتحقيق بعض الأهداف السياسية هنا أو هناك والأمنية. ورأينا أيضا أنه يعني أين ذهبت القاعدة بكل تلك الأسلحة التي كانت في المكلة، هي سيطرت، لا ننسى أنها سيطرت على العديد من المعسكرات والعديد من الدبابات والأسلحة والصواريخ والمدرعات، لكن في لحظة ما القاعدة حينما وصلت إلى هذه المرحلة يعني تلاشت. كان يفترض من خلال الأسلحة التي حصلت عليها أن تقيد أن تقود معارك ضارية وتسيطر على بقية على مساحة شاسعة من الأرض وتحكم، لكن الذي حصل العكس تماما. القاعدة دخلت في لعبة المخابرات الدولية والاختراقات من قبل أجهزة مخابراتية إقليمية ودولية وخليجية أيضا، فتحولت إلى ورقة للاشتغال وفق أجندة الممول والمخرج والمعد مثل هذا السيناريو. نعم، إذن تحولت إلى ورقة سيد عدنان. هناك هل هناك علاقة بين مظاهرات أتباع المجلس الانتقالي في عدن واتهام السعودية بدعم الإرهاب وصعود بطرفي إلى قيادة التنظيم الآن؟ لا أعتقد بأن هناك علاقة مباشرة بين التظاهر واتهام السعودية وبين تنظيم القاعدة وتصعيد بطرفي. باعتقادي بأن هناك تخادم واضح بين المجلس الانتقالي وتنظيم القاعدة، وهناك تخادم واضح بين المجلس الانتقالي والحوثيين وأيضا تنظيم القاعدة. من جهة أخرى، اتهام المملكة العربية السعودية بالإرهاب هي ورقة كانت تساهم فيها إيران، وأيضا كانت تساهم فيها جماعة الحوثي، وانتقلت الآن بشكل واضح إلى المجلس الانتقالي وأدوات الإمارات. لكن سيد عدنان، ألا ترى دلالة ألا ترى دلالة أن يتم تعيين باطرفي بالذات دونا عن باقي الأفراد الآخرين لقيادة التنظيم في هذه المرحلة؟ لا أعتقد بأن هناك دلالة واضحة حول هذا الأمر. هناك خالد باطرفي خلال الفترة الماضية كان يظهر أسباب مساعد لقاسم الريمي، وخلال طوال هذه الفترة ظهر خالد باطرفي بوجه التنظيم الجديد، وأيضا كجهة ارتباطية بين اليمنيين من جهة المقاتلين، وأيضا مصادر التمويل والدعم من التي تأتي من المملكة العربية السعودية، وأيضا كجهة ارتباطية أيضا بين التنظيمات والميليشيات المسلحة التي موجودة جنوب اليمن وداخل التنظيم. التحقيق وكالة الشباب تحدث بشكل واضح أنه كان هناك اتفاق أن ألا يمكن أن نفترض سيد عدنان أن باطرفي يمكن أن يقوم بتوقيع أي اتفاقات سرية، خاصة أنه اتهم في تحقيقات أمريكية أنه أبرم صفقات معينة منذ انسحابه من مدينة المكلا لصالح القوات الإماراتية؟ ربما أن خالد باطرفي عقد هذه الاتفاقات. خالد باطرفي تحدث لمراسل محلي تقريبا وتحدث عن وكاسو جبريس بأنه لن يهاجم القوات التابعة للإمارات، وهذه عقيدة خارجية خارجة عن تنظيم القاعدة بمهاجمة أي قوات كانت سعودية أو قوات إماراتية. وأيضا كان هذه العقيدة موجودة باتجاه الجيش اليمني وقوات الأمن اليمنية التي ليست قوات غربية. باعتقادي بأن الاختراق الذي يحدث لتنظيم القاعدة الذي حوله إلى هذه الصورة من التفكك والتباعد هو سيساعد في أفور التنظيم، وأيضا سيتحول إلى ورقة أو بيدق بيد وكالة مخابرات غربية.
نعم أيضاً. نعم سيد عدنان هاشم، كنت معنا من مأرب، الباحث في الشؤون أو الشأن الإيراني والجماعات المتطرفة، شكرا جزيلا لك. نعود للسيد نبيل. سيد نبيل، كيف وصل حال تنظيم القاعدة لاستخدامه كشماعة من قبل دول إقليمية ودولية أيضا لاستخدامه لتنفيذ أجنداتهم على أرض اليمن؟ طبعا كانت هناك صورة منمطة عن تنظيم القاعدة على امتداد الثلاث العقود الماضية منذ ما بعد الوحدة اليمنية، كان هناك صورة نمطية في الإعلام الدولي الحديث عن تنظيم القاعدة وأن اليمن هي المقر الرسمي والرئيسي للتنظيم. باعتقادي هذه الصورة النمطية كانت تخدم نظام صالح وتخدم الأمريكان في نفس السياق، لأنه كان في استراتيجية جديدة تقوم على مقاربة مكافحة الجماعات الإرهابية من خلال التواجد العسكري والأمني للمخابرات الأمريكية في المنطقة والقواعد العسكرية. باعتقادي التحولات التي حصلت وخاصة بعد سقوط نظام صالح إثر ثورة 11 فبراير وتدخل المخابرات الدولية في المشهد اليمني بشكل كبير، كانت أهم أدوات هذا التدخل هي تنظيم القاعدة. وبالتالي سقوط يعني اليوم حينما نرى تنظيم القاعدة بهذا الشكل أو الهلامي والضعيف عكس الصورة النمطية التي رسمت له في الإعلام، هو يثبت أن فعلا أن ورقة القاعدة أصبحت ورقة تستخدم قبل مخابرات خليجية ودولية لتنفيذ أجندات فيما يتعلق بالنفوذ والسيطرة في المناطق اليمنية. وأيضا لا أنسى أيضا أن هناك اختراقات أيضا من قبل بعض الأطراف اليمنية أيضا في هذا السياق. مثلا على سبيل المثال توجد بعض القيادات التي كانت على علاقة بتنظيم القاعدة اليوم لها علاقة مثلا بالحراك الجنوبي، مما يشير إلى أن هناك أيضا يعني توظيف من هذه الجماعات حتى من قبل الأطراف المتصارعة في الحالة اليمنية في الداخل اليمني. نحن أمام بروز ووضوح كثير وكبير للصورة التي أصبح عليها تنظيم القاعدة اليوم، أنه عبارة عن مجاميع مسلحة يتم تمويلها ويتم التحكم بتنفيذ أجنداتها وأهدافها من خلال بعض المخابرات الدولية والأقليمية. نعم نعم، هناك أيضا تساؤل من قبل التحقيق الأمريكي عن 6000 فرد حسب التحقيقات، أين اختفوا بعد خروجهم من المكلة؟ أين تم توزيعهم؟ أين تمركزوا؟ وهنا أيضا أسأل، إلى متى سيد نبيل يتم والاستمرار في استخدام تهمة الإرهاب في الوضع أو قرنها بالوضع السياسي في اليمن؟ أنا باعتقادي أحداث الخمس سنوات الماضية من الحرب في اليمن أسقطت فكرة استخدام القاعدة كفزاعة وكذريعة على التدخل في اليمن، لأنه كان يفترض أنه يعني تنظيم القاعدة يستطيع أن يتحكم بمسار الأحداث في اليمن، يستطيع أن يكون له تأثير ونفوذ في بعض المناطق، لكن ما رأيناه إثر معركة المكلا أثبت ما لا مجال الشك أن تنظيم القاعدة ورقة ليس إلا من أوراق المخابرات الدولية والإقليمية. وبالتالي حتى اليمني نفسه لم يعد مقتنع، المواطن اليمني نفسه لم يعد مقتنع بهذه الرواية التي تتحدث عن تنظيم القاعدة على أنه تنظيم يستطيع أن يغير موازين أو أن يؤثر في مسار الأحداث الأمنية والعسكرية في هذه المنطقة. وبالتالي تنظيم القاعدة اليوم أنا أعتبر أنه يعيش مرحلة أصول لا يمكن أن يكون له تأثير وأن يكون له يعني نفوذ، وأنه أصبح ورقة من الأوراق الملعوبة في الحالة اليمنية. نعم نبيل البكيري، كنت معنا من اسطنبول، الباحث السياسي، شكرا جزيلا لك. وأيضا شكر موصول للباحث في الشأن الإيراني والجماعات المتطرفة عدنان هاشم، وأيضا لضيفنا من العاصمة المؤقتة الباحث في مركز صنعاء للدراسات حسام ردمان، كان من المفترض أن يكون معنا. وأيضا الشكر موصول لكم متابعينا الكرام، وإلى اللقاء.